أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أكد على ما تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إمكانات التكامل بما يتيح لها مواصلة تعزيز موقعها في مختلف المجالات، مشيرا سموه إلى دور المنشآت الرياضية المتميزة ذات المستوى العالمي كحلبة البحرين الدولية وحلبة لوسيل الدولية في دولة قطر الشقيقة وحلبة ياس مارينا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي استطاعت أن تحقق نجاحات هامة بكوادرها الوطنية التي كانت محل ثقة في أخذ زمام المبادرة في التنظيم بهوية وطنية لمختلف السباقات والبطولات الدولية التي يتم استضافتها. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافق سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة الثاني نائب الأمير بدولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الوفد المرافق لسموه إلى حلبة لوسيل الدولية، حيث طلع سموه على مرافق هذه الحلبة ومواصفاتها الدولية لاستضافة البطولات العالمية. وأشاد سموه بالسمعة الطيبة التي حققتها حلبة لوسيل في استضافة البطولات الدولية للدراجات النارية، مبديا اعتزازه بهذه النجاحات التي تعزز مواقع الحلبات الخليجية في الشرق الأوسط، خاصة وأن رياضة المحركات تمثل اليوم واحدة من أهم الرياضات التي استطاعت أن تروج للمنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد وسمعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كوجهة عالمية.